مرحبا بكم في انطلاق الشوط الثاني من مقابلة الدور النهائي بين اتصالات تونس وفريق احتيرة. نذكر بنتيجة الشوط الأول 2-0 لفائدة احتيرة، هدفي سيف احتيرة. وانطلاق الشوط الثاني، في صفرية الحكم سيد خالد الزير. فما تغيير في حراسة مرمى فريق احتيرة، دخول الحارس كريم مكان عصام جلاد. تمشي مباشرة إلى عاطف، عاطف طويلة منه في اتجاه راقي الهمامي، وكريم تضيع عليه الكرة في الركنية. كريم تضيع عليه الكرة في الركنية، الركنية اللي فاتت راقي الهمامي طويلة في اتجاه شهاب ما ياخوهاش مرة أولى، ثم الحارس طويلة منه إلى الحارس، من الحارس إلى الحارس إلى زياد الحناشي، مباشرة إلى شهاب، شهاب دغنوش إلى حمدي، سليم حمدي مازالت عنده كرة، سليم حمدي البحث عن زميل طليق، البحث وإصابة، إصابة لبلال، بلال يصيب، إصابة لبلال، إصابة تلقائية من بلال الكلاعي التواء على ما يبدو. أتمنى يكون لباس، بالفعل يقوم لباس، لاعب بلال الكلاعي. ترجع مباشرة إلى نضال دبوس طويلة عالية منه في اتجاه الحارس، بعيد على الحارس، تمشي ضربة مرمى، لفريق اتصالات تونس. ترجع إلى عاطف، الشهاب إلى أيمن بارادة، أيمن بارادة ماذا يفعل بالكرة؟ أيمن بارادة يحاول التوغل، أيمن بارادة يراوغ مراوغة أولى وثانية ويتحصل على خطأ، لفائدة اتصالات تونس، وتنبيه من الحكم على اللاعب سيف احتيرة صاحب هدفي اللقاء لفائدة احتيرة. في التنفيذ بلال الكلاعي، نفذوا جانبية، كاد يكون هدف تدليل الفارق، نفذوا جانبية، لمرمى الحارس كريم. ضربة مرمى في التنفيذ، نضال، دبوس طويلة منه عالية، إلى اللاعب هيثم حيدري ما يخوش كورته. ترجع تماس لفات سليم حمدي اتصالات تونس إلى كلاعي، بلال، يبدل اللعب إلى عاطف، عنده كرة، إلى أيمن بوعرادة، يرجع إلى الحارس حناشي، إلى حمدي، عنده كرة، البحث عن زميل طليق إلى أيمن، بوعرادة ماذا يفعل؟ يمد الكرة إلى راقي الهمامي، ممتازة منه راقي الهمامي، والحارس، ياخو كورتو، كانت فرصة والحارس ياخو كورتو. ترجع طويلة منه وترجع من الدفاع في اتجاه عاطف، الجمالي عنده كرة إلى تماس، تماس لفائدة مؤسسة احتيرة. في التنفيذ نضال دبوس، في التنفيذ طويلة، تمشي الكرة على الخط وتخرج، ضربة تماس، لفائدة عاطف، الجمالي إلى شهاب، مباشرة إلى كلاعي، إلى شهاب في وسط الميدان، ممتازة منه، الحارس كريم، يتصدى. ترجع إلى نضال، بحث عن زميل طليق طويلة من نضال، والحارس حناشي، ياخو كورته ومدها لسليم حمدي، لكلاعي بلال، تتقص الكرة هذه من هيثم، حيدري وتعلق الحارس، ممتازة جدا هذه اللقطة، وسامي جراد على الطاير، ممتازة جدا تألق الحارس الحناشي، كان يفسخ هدف ثالث، ممتازة من الحارس، تألق كبير. ترجع مباشرة إلى كريم احتيرة حارس المعوض، من كرة مباشرة إلى اللاعب نضال، على الجهة اليسرى، نضال طويلة وعالية في اتجاه سامي جراد ما ياخوهاش، ترجع الكرة تماس، لفائدة سيف، احتيرة يخليها إلى نضال، إلى سامي جراد، وضيعة. تمشي تماس لاتصالات تونس في التنفيذ، عاطف، اللاعب عاطف إلى سليم حمدي، جمالي سليم حمدي من جديد، سليم حمدي بحث عن زميل طليق إلى كلاعي بلال، جهة اليسرى إلى شهاب،
شهاب مباشرة إلى لاعب عاطف، عاطف ممتازة منه إلى راقي، راقي ماذا يفعل بالكرة؟ ممتازة من راقي وضيعة، وتتقص الكرة هذه وعكس الهجوم من أيمن، أيمن يتعكس الهجوم لفتح تيرة وتتقص من سليم حمدي. سليم عنده الكرة، مراوغة أولى مراوغة ثانية، تتقص الكرة إلى هيثم، هيثم حيدري، هيثم حيدري ماذا يفعل بالكرة؟ جانبية جانبية، كاد يكون الهدف الثالث، كاد يكون الهدف الثالث لفريق حتيرة. ترجع مباشرة إلى بوعرادة، بوعرادة عنده كرة يراوغ مراوغة أولى، ترجع إلى راقي، راقي عنده كرة، راقي عنده كرة، يمد كرة مباشرة إلى شهاب، شهاب ماذا يفعل؟ التصويب والحارس، الحارس يخرج كرة ركنية، تصويبة ممتازة جدا من شهاب الدغنوش، ركنية، يتحمس اللعب، يتحمس اللعب في هذه اللونة، يصبح سجل بين الفريقين. لقطات ممتازة تمشي مباشرة، واحد اثنين، سليم حمدي، سليم حمدي تضيع عليه الكرة، تمشي إلى أيمن، أيمن صعيدان وتتقص الكرة من بوعرادة، بوعرادة ممتازة منه إلى شهاب، شهاب ماذا يفعل؟ شهاب يحاول الثغرة، يحاول إيجاد الثغرة، تمشي إلى راقي، راقي ممتازة منه، مازالت الكرة عنده وترجع مباشرة إلى الدفاع، تمشي إلى سامي جراد، سامي جراد طويلة والحارس، الحارس الحناشي، الحارس الحناشي، وترجع إلى شهاب، شهاب، شهاب مباشرة تقص هذه من سامي جراد، تضيع عليه الكرة، ترجع إلى شهاب، شهاب من جديد تقص، ترجع إلى بلال، بلال كلاعي تصويب والحارس يتصدى، قوية كانت التصويبة والحارس يتصدى، ترجع مباشرة إلى نضال، نضال طويلة منه في اتجاه سامي جراد، ما يخوش كورته، ما يخوش كورته، تمشي ضربة ركنية، ركنية، ضربة ركنية لفايت حتيرة في تنفيذ لعب سامي، سامي جراد، سامي جراد باش ينفذ الركنية، سامي جراد لتنفيذ الركنية، البحث عن زميل تليق، وزع ونضال دبوز، كاد يسجل الهدف الثالث والحارس يتألق، الحارس زياد الحناشي فسخ الهدف الثالث، كانت فرصة هدف ثالث يفسخها الحارس بامتياز، كاد يكون الهدف الثالث لفريق حتيرة. تمشي كرة طويلة من نضال، ترجع له كرة تماس، تماس شي نفذ تماس، بلال هاوكا صاحبك هاوكا الفار، تماس في تنفيذ نضال دبوس، نضال، نضال دبوس، نضال دبوس، نضال دبوس في التنفيذ باش ينفذ اللاعب نضال دبوس، وفما انذار، انذار الى نضال لاذاعه الوقت، الحكم يسند انذار لاذاعه الوقت في التنفيذ، ورا سليم انت، انت سليم في التنفيذ، لاعب نضال يا راقي ما يطلعش هذاك، نضال مباشره في اتجاه سامي جراد، ونضال جانبية، فما ركنية، الحكم يصفر ركنية، وإصابة على ما يبدو للاعب نضال دبوس، إصابة على ما يبدو للاعب، لحظة يا وإصابة، إصابة، إصابة، نتمناو تكون لاباس، نتمناو يكون اللاعب نضال لاباس ويقوم لاباس، يقوم لاباس، إصابة كانت خفيفة ويقوم اللاعب نضال دبوز لاباس. ويقوم لاباس. وركنية، ركنية، ركنية تتنفذ مباشرة، ترجع من الدفاع مرة أولى إلى شهاب، محاولة عكس هجوم، محاولة عكس هجوم إلى لاعب عاطف، ممتازة منه وتتقص الكرة هذه تماس. تمشي تماس في عاطف الجمالي إلى شهاب، عاطف من جديد. عاطف جانبية، تحيه بلال، فما ركنية، كلمست احد المدافعين وخرجت ركنية، ركنية لفائدة اتصالات تونس، ترجع من جديد، وفما إصابة من جديد، إصابة من جديد لبلال كلاعي، هزلوا دب، نتمناو تكون إصابة خفيفة، نتمناو تكون إصابة خفيفة لبلال، إصابة نتمناو تكون يكون لاباس اللاعب بلال كلاعي، نتمناو يقوم لاباس اللاعب بلال كلاعي، نتمناو يقوم لاباس اللاعب بلال كلاعي بعد إصابة تعرض لها،
وصلنا إلى 10 دقائق لعب ونتيجة دائما هدفين مقابل صفر. ونشاهد أمامنا اللاعب الغايب أحمد شبشوب، غايب عن فريق اتصالات تونس للإصابة. لعب شبشوب في دور مدرب هذا اليوم لاتصالات تونس في هذا الدور النهائي، وكذلك غياب لأسعد جراد للإصابة، كان غايب على فريق احتيرة كذلك. وقيام بحركة الإحمائية عمر الزيادي، كذلك شادلي فخفاخ والمصمودي. ننتظر في استئناف اللاعب بعد الاطمئنان على سلامة اللاعب بلال كلاعي اللي كان تلقى إصابة، وخروج على ما يبدو تعويض باش يقوم به ودخول الشادلي فخفاخ. دخول الشادلي فخفاخ او المصمودي، مازلنا ما نعرفوش من سيكون بديل لبلال كلاعي. على ما يبدو باش يخرج تلقي الاسعافات، يخرج لتلقي الاسعافات. ننتظروا في استئناف اللعب. خالد، ننتظروا في استئناف اللعب. نتمناو لاباس اللاعب كلاعي اللي غادر الميدان وياخو مكانه اللاعب عمر الزيادي كان خذا مكانه. وسيستأنف اللاعب بعد لحظات. بالفعل يستأنف اللاعب. الكرة من نضال عالية منه، بشرتني إلى سيف وإلى هيثم، وعلى العارضة كاد يكون الهدف الثالث. تصدم الكرة بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس زياد الحناشي، كانت محاولة ممتازة لتثليث النتيجة. وترجع من جديد عكس الهجوم إلى سليم حمدي عنده كرة. سليم حمدي مباشرة إلى شهاب دغنوش وتمشي إلى عاطف، إلى شهاب، إلى حمدي. تقص الكرة هذه تمشي إلى عمر الزيدي، عمر إلى أيمن بعرادة. تضيع الكرة عند نضال دبوس وعالية طويلة منه في اتجاه عمر الزيدي. يرجع كورته إلى شهاب عنده كرة مباشرة في اتجاه عاطف الجمالي، عنده كرة إلى أيمن بوعرادة. أيمن بوعرادة يحاول يخرج اللاعب راقي وجانبية، كانت تصويبة قوية من اللاعب راقي الهمامي. ترجع مباشرة إلى شهاب دغنوش، إلى عاطف الجمالي، البحث عن زميل طليق يصوب وترجع كرة يشتتها اللاعب نضال. كانت تشتيت كرة من اللاعب نضال إلى تماس لفائدة اتصالات تونس. وفما تغيير خروج الهمامي راقي ودخول شادلي فخفاخ في صفوف اتصالات تونس. تمشي كرة شادلي فخفاخ اللي دخل منذ قليل، ترجع إلى عاطف عنده كرة مباشرة. عمر الزيدي عالية منه، ترجع من الحارس مرة أولى ومرة ثانية. ما زالت الكرة عند سليم حمدي راوغ، يحاول التصويب وترجع من الدفاع. تمشي تعكس الهجوم عن طريق هيثم الحيدري وكرة في يد الحارس. كرة عند شادلي مباشرة إلى شهاب يحاول مراوغة أولى مراوغة ثانية. ما زالت عنده كرة تقسله من هيثم الحيدري وتمشي ضربة تماس لفائدة احتيرة. فما تماس في التنفيذ. اللاعب أيمن السعيدان ينفذ كرة في اتجاه بلال احتيرة إلى نضال الجهة اليسرى، إلى سيف طويلة منه، ترجع من عاطف الجمالي إلى شادلي فخفاخ من كرة عاطف وتتقص من الدفاع مرة أولى، وتصطدم برأس نضال وتمشي ركنية لفائدة اتصالات تونس. في التنفيذ شادلي فخفاخ ينفذ إلى أيمن بوعرادة والحارس. كانت تصويبة من أيمن بوعرادة والحارس يتصدى إلى نضال تصدم بالدفاع وترجع مباشرة إلى اللاعب الزيادي إلى عاطف جمالي إلى عمر الزيادي
ما زالت عنده كرة طويلة من عمر الزيادي، ترجع من أيمن، أيمن سيدان، وتمشي هيثم الحيدري، تتقسم الدفاع إلى شهاب، إلى عاطف، عاطف شهاب، شهاب يحاول مراوغة تقصله هذه الكرة من هيثم وترجع إلى سامي جراد ما يخوهاش، وعمر الزيادي والحارس، عمر الزيادي والحارس كريم. على الجهة اليمنى أيمن، أيمن ممتازة مراوغة، أيمن سعيدان، وترجع الكرة لفائدة اللاعب سامي جراد، ياخو كورتو سامي جراد، مراوغة أولى ما تنجحش، ما تنجحش الكرة، فما خطأ، خطأ لفائدة عمر الزيادي، بل لفائدة سامي، وفما تغيير، تغيير في صفوف حتيرة، خروج اللاعب سامي جراد ودخول لاعب مالك، مالك دبوز، دخول مالك دبوز وخروج سامي، اللاعب سامي جراد. تمشي كرة ركنية بعد تنفيذ المخالفة، ياخو كرة اللاعب مالك دبوز، مالك دبوز اللي دخل منذ قليل يحمل الرقم 22 في تنفيذ الركنية، ركنية وجانبية، جانبية ضايعة 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 ضايعة. وصلنا إلى 16 دقيقة لعب دون احتساب الوقت الضايع للشوط الثاني. تمشي مباشرة إلى لاعب شهاب، شهاب إلى عاطف، عاطف جمالي مراوغة أولى، ثم شهاب، شهاب على العارضة، شهاب تصطدم الكرة بالعارضة، تصطدم الكرة بالعارضة وضايعة، كاد يكون هدف تذليل الفرق. تمشي ضربة مرمى في التنفيذ، نضال طويلة منه عالية في اتجاه الحارس، في اتجاه الحارس، تتعكس الهجوم ويا خويا سيف حتيرة وعالية، عالية الكرة، كاد يسجل الهاتريك اللاعب سيف حتيرة. تمشي من الحارس حناشي مباشرة إلى اللاعب شهاب، شهاب شهاب، وترجع مباشرة خطأ لفائدة شهاب دغنوش واتصالات تونس، خطأ لفائدة أيمن، أيمن بارادة، أيمن بارادة، وفما تغيير، عودة اللاعب بلال كلاعي وخروج أيمن بارادة، تنفذ من عمر الزيادي، ترجع من الدفاع إلى تماس، تماس لفائدة اتصالات تونس، أسليم حمدي، أسليم حمدي إلى شادلي فخفاخ، شادلي فخفاخ وخطأ، خطأ لفائدة اتصالات تونس، خطأ لفائدة اتصالات تونس في التنفيذ، الشادلي فخفاخ، الشادلي فخفاخ في تنفيذ الخطأ، الشادلي يتنفذ في اتجاه سليم حمدي وعالية، عالية ضايعة، ضايعة الكرة هذه. ما زالت 8 دقائق تفصلنا على نهاية المقابلة دون احتساب الوقت الضايع، اللي ما لا يقل عن دقيقتين، وطويلة وعالية. ما زالت الكرة عند بلال، بلال كلاعي، تمشي إلى سليم حمدي، سليم حمدي ممتازة منه، سليم حمدي، سليم حمدي، وفما خطأ، يصفر الحكم خالد، السيد خالد الزايري صفر الحكم لفائدة اتصالات تونس، خطأ لفائدة اتصالات تونس في تنفيذ لعب شادلي فخفاخ، شادلي فخفاخ، شادلي فخفاخ في التنفيذ في اتجاه كلاعي وجانبية، تصويبة ممتازة من بلال كلاعي، تصويبة جانبية من بلال كلاعي، ترجع مباشرة إلى اللاعب مالك دبوس، مالك عنده كرة إلى نضال شقيقه، طويلة منه في اتجاه عمر الزيادي، رجع كرة إلى شادلي فخفاخ، الشادلي إلى شهاب، شهاب عنده كرة، تضيع عليه الكرة، تمشي مباشرة إلى مالك، مالك مازالت عنده كرة والحكم يصفر، الحكم، الحكم يصفر خطأ، يقوم، يقوم اللاعب مالك دبوس لاباس، يقوم اللاعب مالك دبوس، يقوم اللاعب مالك دبوس لاباس، الحكم يصفر خطأ لفائدة نضال دبوس في التنفيذ، نضال دبوس في التنفيذ، نضال دبوس مباشرة إلى عاطف يقص الكرة هذه، ترجع لنضال جانبية، نضال جانبية، ترجع الكرة للحارس الحناشي عنده كرة، الحارس الحناشي عنده كرة مباشرة إلى شهاب، شهاب دغنوش، شهاب دغنوش، البحث عن زميل تعليقي مدى إلى بلال الكلاعي،
بلال كلاعي عنده كره مباشره الى خطا يصفروا الحكم خطا يصفروا الحكم فائده اتصالات تونس وسليم سليم حمدي سليم حمدي في تنفيذ الخطا وتصدم باللاعب وتخرج جانبيه جانبيه لمرمى الحارس بل عفوا تماس تماس لفائده اتصالات تونس تمشي الى شادلي شادلي فخفخ في التنفيذ ينفذ عاليه شادلي في اتجاه كلاعي وعاليه كلاعي كانت تسديدة على الطائر كانت تسديدة على الطائر عالية لمرمى الحارس كريم في التنفيذ الحارس كريم احتيرة طويلة مباشرة من نضال إلى مالك شقيقه تتقص كرة هذه من عمر الزيادي ترجع إلى شهاب شهاب إلى بلال كلاعي بلال كلاعي إلى عمر الزيادي عمر الزيادي إلى ممتازة من سليم حمدي سليم حمدي يتواغل سليم حمدي والحارس كريم ممتازة توغل من سليم حمدي ويخرج كرة في الركنية ركنية في التنفيذ سليم سليم مباشرة إلى كلاعي ما يخش كرته تخرج تماس تماس لفائدة اتصالات تونس تماس في التنفيذ بلال كلاعي بلال إلى عمر الزيادي عمر الزيادي عالية ترجع والحكم يقول فما خطأ خطأ لفائدة اتصالات تونس خطأ لفائدة اتصالات تونس خطأ خطأ لفائدة اتصالات تونس خطأ لفائدة اتصالات تونس وفما خطأ خطأ في التنفيذ اللاعب شادلي فخفاخ شادلي فخفاخ التنفيذ تتنفذ وسليم حمدي وضيع الكرة ضايع الكرة تمشي تماس 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 في التنفيذ عمر الزيادي إلى كلاعي وخطأ خطأ لفائدة بلال كلاعي خطأ لفائدة بلال كلاعي خطأ خطأ وتغيير تغيير تغيير وخروج اللاعب عمر الزيادي ودخول أيمن بوعرادة تمشي لشادلي فخفاخ شادلي فخفاخ شادلي فخفاخ شادلي فخفاخ مباشرة إلى عاطف عاطف إلى شادلي شادلي عنده كرة مباشرة إلى سليم حمدي سليم حمدي تتقص كرة هذه ترجع إلى عاطف عاطف عنده كرة ممتازة في اتجاه لاعب أيمن بوعرادة وفما تماس تماس لفائدة اتصالات تونس تماس لفائدة اتصالات تونس في التنفيذ أيمن أيمن بوعرادة ترجع الكرة إلى هيثم الحيدري ممتاز عكس الهجوم من سيف حتيرة وما زالت الكرة وحده زق زق وانذار انذار انذار لسامي جراد الاحتياطي انذار من الحكم خالد زيري لسامي جراد الاحتياطي و تمشي الكرة مباشرة تمشي مباشرة الكرة إلى سيف سيف ترجع إلى اللاعب سليم حمدي سليم حمدي مباشرة عكس هجوم وفما خطأ خطأ لفائدة أيمن السعيدين أيمن السعيديني أيمن السعيديني أيمن السعيديني خطأ في التنفيذ نضال نضال دبوس نضال في التنفيذ ضربة الخطأ مباشرة إلى هيثم هيثم الحيدري إلى اللاعب مالك مالك دبوس يغير اتجاه اللعب إلى سيف ممتازة من سيف وتخرج الكرة ضربة تماس تماس ممتازة واحد اثنين تلعب الكرة في اتجاه كلاعي كلاعي بلال تصدم بالدفاع وتخرج تخرج تماس تماس لفائدة اتصالات تونس تنفذ عن طريق شادلي فخفاخ شادلي عنده كرة تمشي إلى عاطف عاطف إلى سليم حمدي سليم حمدي ممتازة من سليم حمدي مرة أولى مرة ثانية شهاب الآن إلى كلاعي كلاعي إلى سليم حمدي وجانبية وركنية ركنية لمرمى بعيد على مرمى الحارس كريم طويلة تمشي كرة في اتجاه بوعرادة وضايعة ضايعة من أيمن بوعرادة ضايعة من أيمن بوعرادة إلى دبوز طويلة من نضال في اتجاه مالك شقيقه وتضيع عليه ضيع الكرة على شقيقه تمشي مباشرة إلى شهاب شهاب دغنوش إلى شادلي شادلي فخفاخ مباشرة إلى بلاعي بلال والحارس كلاعي بلال يصوب والحارس الحارس عالية منه في اتجاه ضايع ضايع الكرة وفما تغيير
خروج مالك دبوز ودخول اللاعب سامي جراد من جديد. تمشي مباشرة إلى اللاعب شادلي، شادلي فخفخ إلى شهاب، شهاب دغنوج إلى عاطف، عاطف عاطف ممتازة منه تتقص الكرة هذه من وترجع إلى سيف، ترجع إلى سيف حتيرة، سيف حتيرة إلى هيثم، هيثم يحاول المراوغة، هيثم يحاول المراوغة، ما زالت عند سيف وتضيع الكرة، تضيع الكرة تمشي تقص إلى لاعب شهاب وخطأ، خطأ لفائدة اتصالات تونس، خطأ يصفر سيد الحكم خالد الزير لفائدة اتصالات تونس. ترجع إلى شهاب، واحد اثنين مع شادلي، شهاب، شهاب مراوغة أولى، مراوغة ثانية، حاول المراوغة وتتقص الكرة هذه وترجع له شهاب، ترجع له وتتقص الكرة من سيف، سيف احتيرة في عكس الهجوم، ما ياخوهاش سامي جراد، ما ياخوهاش سامي جراد، وتمشي كرة ضربة مرمى، ضربة مرمى. خلنا في الوقت البديل لهذه المقابلة، خلنا في الوقت البديل، ما زالت الكرة عند اللاعب عاطف إلى بلال، بلال كلاعي، بلال كلاعي ممتازة منه في اتجاه شهاب، واحد اثنين مع بلال، بلال مباشرة إلى شادلي، شادلي جانبية، شادلي فخفاخ يضيع الكرة جانبية، جانبية في التنفيذ الحارس كريم، الحارس كريم في تنفيذ الكرة طويلة منه في اتجاه هيثم الحيدري ممتاز الترويض الكرة ويعكس الهجوم، واحد اثنين مع سامي جراد، هيثم حيدري إلى سامي جراد من جديد وتتقص الكرة، تتقص من بلال كلاعي يعكس الهجوم إلى شهاب، شهاب عنده كرة يعكس الهجوم إلى شادلي، الشادلي مباشرة إلى عاطف، عاطف إلى بلال، بلال كلاعي، بلال مباشرة إلى شهاب، إلى شادلي فخفاخ يراوغ مراوغة أولى، يبحث عن زميل طليق إلى بوعرادة وتصطدم بالدفاع، تصطدم بالدفاع وتمشي كرة تماس، تماس يتنفذ في اتجاه عاطف محمدي بالجمالي، عاطف الجمالي عنده كرة إلى كلاعي، كلاعي طويلة منه في اتجاه سليم حمدي، سليم حمدي يروض وما سوء تفاهم بينه وبين شهاب دغنوش، تضيع الكرة هذه تعكس الهجوم إلى سامي جراد، سامي جراد يعكس الهجوم، يمد كرة إلى سيف، إلى هيثم والحارس زياد الحناشي، الحارس زياد الحناشي فسخ الهدف الثالث. ممتاز جدا الحارس، تمشي الى شهاب وضيعه، وضيعه من دبوس، ويتحمس اللقاء في اواخر في اواخره. ترجع مباشره الى ايمن بوعراده، حاولت التصويب والحارس، الحارس يتصدى، تمشي كره الى كريم، كريم وتمشي كره مباشره الى اللاعب ايمن، ايمن بلال احتيره، تتقص الكرة هذه من أيمن بوعرادة إلى سليم حمدي إلى شهاب مباشرة إلى الفخفاخ وشهاب والحارس، تألق الحارس كريم يفسخ هدف لفريق اتصالات تونس، يفسخ هدف لفريق اتصالات تونس، وتمشي كرة مباشرة إلى شادلي فخفاخ، شادلي فخفاخ إلى بلال كلاعي، بلال كلاعي مباشرة تتقص هذه من سيف حتيرة، يحاول عكس الهجوم مباشرة في اتجاه الحارس حناشي، الحارس حناشي تمشي إلى اللاعب شادلي، شادلي فخفاخ إلى شهاب، شهاب عنده كرة مراوغة ولا مراوغة ثانية، مراوغة ثانية وحكم يصفر خطأ، خطأ وإنذار، إنذار ضد اللاعب بلال حتيرة، إنذار ضد اللاعب بلال حتيرة وفي التنفيذ شادلي فخفاخ، الشادلي في تنفيذ الخطأ، الشادلي ينفذ إلى قلاعي، ترجع إلى الشادلي، الشادلي على الجهة اليسرى إلى أيمن بوعرادة، طويلة من أيمن بوعرادة، ترجع من الدفاع مرة أولى مرة ثانية، مباشرة إلى عاطف جمالي، عاطف جمالي إلى شهاب، شهاب دغنوج ياخو كرة، وسيف، سيف حتيرة يخرج الكرة في التماس، تماس تتنفذ مباشرة في اتجاه الشادلي فخفخ، محاولة المراوغة من الشادلي فخفخ إلى كلاعي، كلاعي عالية وترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع إلى عاطف، عاطف الجمالي، عاطف إلى الشادلي، شادلي فخفخ عنده كرة، الشادلي راوغ طويلة مباشرة في اتجاه الدفاع يشتت الكرة هذه، ترجع إلى كلاعي يضيع الكرة هذه وعكس هجوم سامي جراد، سامي جراد يراوغ، يراوغ يقصها له شهاب، يقصها له شهاب ويراوغ مراوغة أولى، مراوغة ثانية، إلى أيمن بوعرادة والحارس، إلى أيمن بوعرادة والحارس، أو القائم بالفعل في العارضة، الكرة على العارضة،
طويلة من نضال مباشرة في اتجاه سيف صاحب هدفي اللقاء إلى حد الآن. والكرة عند الشادلي، الشادلي فخفاخ إلى اللاعب شهاب، شهاب شهاب عنده كرة يمد مباشرة إلى اللاعب بلال كلاعي وتصدم بالدفاع وترجع إلى جمالي وممتازة، ممتازة تسويبها، ممتازة تسويبها من جمالي وتضيع الكرة هذه، تضيع على الكرة عند اللاعب دبوس طويلة مباشرة ترجع من في اتجاه اللاعب تماس، تماس لفائدة تحتيرة، تماس لفائدة تحتيرة تتنفذ إلى سامي جراد وجانبية، تسويبة جانبية من سامي جراد ترجع إلى بلال كلاعي، كلاعي بلال ممتازة المراوغة بلال كلاعي وإلى سليم حمدي واحد اثنين مع بلال وجانبية، جانبية ضربة مرمى تمشي، ضربة مرمى تمشي، ضربة مرمى تمشي، ضربة مرمى طويلة وعالية في اتجاه سيف الحيدري وفي هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية المقابلة وتتويج فريق حتيرة باللقب ونهاية المقابلة بهدفين مقابل صفر، هدفين لعب سيف، سيف حتيرة. كانت مقابلة حماسية وحماسية للغاية بين فريقين وكانت وكما بدأت تنتهي بالروح الرياضية. أمامنا الحارس كريم اللي أبدع في التصدي لعملية اتصالات تونس في الشوط الثاني، ومبروك للفائز وهارد لك للمنهزم إن شاء الله في كلنا فائزين. وحضور الأخ جهاد، مرحبا بك في جهاد، الحمد لله لاباس، كان تعرض الى اصابه نتمنى له يكون لاباس. والحكم خالد الزير اللي ادار باقتدار الدور النهائي، سيد همامي راقي كذلك، سيد عمر الزيدي والعناصر. كانت مقابله ممتازه وممتازه جدا، نشكر الفريقين على تقديمهم التبقي الكروي الممتاز لهذه الليله، نشكر الفريقين الزوز على تقديمهم تبقى كروي ممتاز، ومبروك مبروك لفريق حتيرة التتويج بهذا اللقب. ولحظات ونصعد إلى منصة التتويج